على طول بيعطونا تطمينات وكذا، لحتى عن جد ما انه نعصب ونبنك، نحن شاطرين بهول انه كل شخص منه يعني مش حامل مرض الكورونا ما بيعدي. خير. بس انت مش ما عندك فيروس الكورونا يعني ما معقول تعدل بالكورونا؟ ايه بس اذا ما عندك الفيروس ما بتعدي. ما عم بقول لك يا خي، مين طمنك؟ يطمنوا الكل، عم بيطلعوا على التلفزيون ويطمنوك. ايه، وحتى عندك طريقه وهي ضروريه، طريقه كيف تعطس فيها. كيف؟ ما قالوا لنا كيف، بس قالوا لنا في طريقه ضروري تعطس فيها. وين؟ أنا بيقولوا لك إنه في طريقة وأنت اشتغل عليها، مش كل شيء على الدولة يعني وعلى الوزير وكذا. هلا اللي صار على المطار إنه فات ناس على المطار وطلع في مصابة وحدة، وهن على المطار عاملين سيستم إذا بدكم يعني على الثقة يعني اختياري، عرفت؟ عاملين ثلاث ممرات، ممر للي معه كورونا وممر للي ما معه كورونا، والثالث اللي معه كورونا ما بده يقول لما حدا ينتبه. بس لا، قال إنه يعني طمنونا كمان انه هول الاشخاص ال 250 اللي راحوا على بيوتهم يرجعوا يتصلوا فيهم. هلا اكيد مش اول فتره بيكونوا جايين من السفر وتعبين، بدها شويه وقت يعني فيعشق الكورونا بالبرادي وبالبيت كله. وممنوع يظهروا من البيت، ممنوع يظهروا من البيت. وسالوا يعني ببروجرام سالوه للشخص انه طب هول الموجودين بالبيوت كيف رح تتعامل معهم؟ كيف بيروحوا وبيجوا وكيف بيتصرفوا؟ مزبوط. رح يتعاونوا مع المخاتير ورؤساء البلديه. يعني انت عادي بتقوم على بكره بدي ايه مختار حبيب قلبي 2 كيلو بقلاوه كيلو بندوره كذا بامن لك اياهم على البيت، واذا بدك تروح وتجي بالصليب الاحمر حلم من يعني رزق. الكورونا رزق. انا هلا بتظهر من البيت تتنقل بس بسياره الاحمر. ايه ايه بتعرف شو بتوفر؟ انا هلا ابني وقفت له اوتوكار، بقوم على بكره قالوا محسوبك مضروب بالكورونا وكذا، بدي توصل لابني على الانطونيه بوصل لي عادي.